الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صلاة الوتر تقضى إذا فاتت الإنسان؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. فإذا فات الإنسان الوتر فلا يخلو من حالتين: إن فوته لغير عذر فإنه لا يشرع له قضاؤه ولا يمكنه تداركه، لأنه أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها عمدا كأنه زاهد في فضلها وثوابها أو متثاقلا عن فعلها، فلا يمكنه أن يتدارك القضاء في هذه الحالة. والقسم الثاني من التفويت أن يفوته عن عذر ومسوغ شرعي، كأن ينام فلا يستيقظ إلا في الصباح، أو أن يمرض فلا يستطيع القضاء إلا الصلاة الوتر إلا في الصباح، ونحوها من جملة الأعذار المعتبرة شرعا. فإذا كان التفويت مبناه على العذر فيسوغ له قضاؤه، ولكن يقضى على صورة شفع لا وتر. أما قولي يقضى فلأن الأدلة دلت على مشروعية قضائه، فقد روى أبو داود في سننه بسند لا بأس به من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا فوت الوتر بالعذر من نوم أو نسيان فإنه يقضيه إذا أصبح. فإن قلت: وما المقصود بقولك إذا أصبح؟ فأقول: أي إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح. فإن قلت: وما دليلك على أنه يقضيه شفعا؟ فأقول: برهاني على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الطويل، وفيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع قضاه من النهار، أو قالت: صلى من النهار 12 ركعة. لأن عادته الغالبة صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فلما فوت هذه 11 قضاها من النهار 12، أي شفع وتره. فإذا كان من عادة الإنسان أن يوتر واحدة فليشفعها بثانية، أو 3 فليشفعها برابعة، أو 5 فليشفعها بسادسة، وهكذا. فإذن خلاصة هذه الفتية أن الوتر يشرع قضاؤه في حق من فوته عن عذر، ويكون قضاؤه في النهار شفعا، والله أعلم.